ونروح تحديدا للحدث الاهم في اوروبا واللي بدا الاسبوع اللي فات، هو طبعا انطلاق الدوريات الاوروبيه. انا بتكلم مع بدايه موسم 23 24 وتحديدا عن الدوري الانجليزي واللي هو اطلق عليه صاحب الشعبيه الاهم والاكبر في العالم. يعني في كده ممكن دوري يشد منطقه معينه بعض الجماهير، لكن الدوري الانجليزي بيشد العالم كله بصراحه. وانت بتتكلم كمان الدوري الاسباني صاحب الترتيب الثاني في المتابعه والاهميه يعني حول العالم، ده اكيد بكل يعني تأكيد بكل الاشكال. طيب هتكلم تحديدا عن الدوري الانجليزي وبشكل مفصل، خلينا نروح شويه لان هو واخد كل الاهتمام ومتابعه زي ما كنت بتكلم لمحبي كره القدم في كل انحاء العالم ويمكن في مصر كمان بشكل كبير جدا. يعني شفنا ده. طيب خلينا نبدا بمحمد صلاح طبعا، واللي هو واحد من اهم وابرز نجوم الدوري الانجليزي والعالم كله، والانطلاق الاكثر من رائع ليه طبعا محمد صلاح، وكمان محمد النني نجم ارسنال بنتمنى لهم كل التوفيق. وهم بصراحه مقدمين يعني مجهود محترم جدا وتطوير محترم جدا في الاداء، فيعني كل التوفيق ليهم في اللي جاي. الدوري الانجليزي انطلق اول امبارح بمواجهه طبعا بيرنلي مع مانشستر سيتي، واللي اكتسح فيها يعني مان سيتي بيرنلي بثلاثيه كان سجل منها هالاند، وده اللي كان برضه متوقع لحد كبير هدفين ضروري. يعني ما ينفعش اصلا. وامبارح كمان كان في اكتر من مباراه مهمه ابرزها كان ارسنال مع نوتنغهام فورست والفاز فيها ارسنال. انا اعتقد ارسنال هيبقى عنده يعني موسم رائع جدا، وانا بقول ده من وجهه نظري يعني ان فرصه ارسنال هتبقى متاحه بشكل كبير جدا في المنافسه على البطوله النسخه الحاليه، لان هو الموسم الماضي لو رجعنا شويه لورا هو عمل لا سيزون كان قوي جدا، كان قريب جدا للفوز بالدوري لغايه اللحظات كمان الاخيره، وكان معاه مدرب يعني هو معاه مدرب عامه رائع جدا ناس كثيره كانت بتشكر فيه طبعا اسبانيارت تيتا، ومع كمان نجوم كبار عملوا اكتر من صفقه يعني مميزه. فمتوقع ان ارسنال الموسم اللي جاي يبقى موسم فعلا رائع جدا. فبالتوفيق، ويعني لسه في ماتشات كتيره جدا ولسه عندنا استمتاع كبير جدا في كره القدم العالميه كمان والاوروبيه والانجليزيه. ده منهم ماتش في منتهى الاهميه النهارده، مواجهه قويه جدا هتاخد كل الاهتمام الاعلامي والجماهيري في العالم واكيد في انجلترا بشكل استثنائي. طبعا بتكلم عن مواجهه تشيلسي مع ليفربول. ليفربول الموسم اللي فات انهى الدوري بشكل ما هوش احسن حاجه، خرج لاول مره من فتره طويله خارج المربع الذهبي المؤهل لدوري ابطال اوروبا واحتل المركز الخامس، وطبعا فقد فرصته مبكرا في المنافسه حتى على لقب البريمير ليج. الموسم الحالي ليفربول عمل فتره اعداد مميزه جدا، لكنه نقدر نقول ما ضمش صفقات كتير، يعني اكتفى بضم نجم برايتون ماك اليستر، وطبعا تعاقد مع نجم لايبزيج الالماني دومينيك سوبوسلاي. طبعا يعني ليفربول استغنى كمان في المقابل عن عدد كبير من نجومه، لكنه أكيد برضو محمد صلاح في حد ذاته لوحده قوة ضاربة مع ليفربول، أهم من نجوم الدوري الإنجليزي طبعا محمد صلاح والهداف يعني الأورجواني داروين نونيز، طبعا هما الاثنين وبقية اللعيبة تحت قيادة المدرب العبقري يورجن كلوب. في المقابل بقى تشيلسي عمل تغيير كبير جدا الحقيقه في صفوفه وفي فريقه وحتى في الاداره الفنيه، طبعا ده حصل بعد موسم سيء جدا، الموسم اللي فات انهى الفريق الدوري في مركز متاخر نسبيا، وقامت الاداره الجديده بالتعاقد مع مدرب ارجنتيني وضموا مجموعه من الصفقات المميزه، واستغنوا في المقابل عن مجموعه من اللاعبين. في كل الاحوال بعيدا عن الحسابات دي، ماتش زي ماتش النهارده ده بيكون خارج التوقعات، بعيدا عن الحسابات لا في كلام تاني على ارض الملعب، واكيد هيكون ماتش قوي جدا حقيقه. طبعا وكمان بما ان احنا بنتكلم خلينا نروح اكتر كمان للصفقات، ومع بدايه انطلاق الدوريات الاوروبيه ويعني سموها بقى صفقه الموسم في اوروبا، يعني ان هي اخذت اهتمام كبير جدا اعلامي كمان في ال 24 ساعه اللي فاتوا، وهي ضم طبعا هداف الدوري الانجليزي ونادي توتنهام هاري كين لنادي بايرن ميونخ، صفقه قويه جدا. يعني شفنا كلنا امبارح الاعلان عن هذه الصفقه وعملت صدى واسع جدا كمان في وسائل الاعلام بالتحديد الالمانيه. بنتكلم هاري كين عمل كل حاجه تقريبا، لو انت جيت كده بصيت شويه لتاريخه في انجلترا على مستوى الالقاب، بس الالقاب الفرديه يعني على خلينا نقول كان سيء الحظ جدا في عدم فوزه في اي بطوله جماعيه، وده الناس حتى قالت لك يا كريم هل طبعا قالوا لك هل هياخد معاه برضو النحس ده لاي نادي هيروح ليه، يعني ناس جد اتكلمت بهذا الشكل. لكن هو معروف عنه فعلا ان هو الالقاب الفرديه هو رائع جدا فيها، لكن
لكن جماعيا ما بيفوز قوي الفريق بتاعه، لكن بنتمنى ليه التوفيق. لكن مع اول بدايه برضو امبارح ما كانش فيه فوز، يعني كان فيه خساره لبايرن ميونخ. فعلى كل حال طبعا ده مش مقياس، لكن هنتابع الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل. بس يبقى هاري كين صفقه اكيد كبيره جدا طبعاً جدا يعني. طبعا ما فيش شك. برضو من الدوريات اللي اكيد واخده العين واخده اهتمام كبير من عشاق كره القدم حول العالم، الدوري الاسباني اللي ابتدى الجمعه اللي فات بمواجهتين مهمين جدا، اشبيليا مع فالنسيا والماريا مع رايو فاليكانو. طبعا بطل النسخه الاخيره هو برشلونه بطبيعه الحال مع مدربه تشافي، عملوا موسم مميز جدا الحقيقه وكسب الدوري بجداره وبفارق كمان 10 نقاط عن اقرب منافسيه طبعا الغريم التقليدي ريال مدريد. الموسم الحالي برشلونه حافظ على قوامه الاساسي الى حد كبير ونجح كمان في انه يضم احد نجوم الدوري الانجليزي ونادي مانشستر سيتي اللي طبعا المعروف في صفقه انتقال حر، واستغنى في المقابل عن 2 كمان. في كل الاحوال البارسا عنده القوام الاساسي بقياده الهداف طبعا ليفاندوفسكي، في المقابل ريال مدريد يعني تلقى ضربه قويه جدا الحقيقه باصابه حارس مرمى، طبعا حارس المرمى الكبير كورتوا بقطع في الرباط الصليبي، وما زال بيفاضل بين اكثر من حارس مرمى. بالمناسبه يقال ان على راسهم حارس اشبيليا المغربي ياسين بونو اللي لفت الانظار جدا في الفتره الاخيره. المدرب طبعا كارل انشيلوتي تمسك بضم النجم بيلينغهام من بروسيا دورتموند مقابل 103 مليون يورو، واستغنى عن 3 نجوم كبار جدا على راسهم طبعا كريم بنزيما. عموما ادينا هنتابع ونشوف هل الريال هيقدر يعني يرجع ويحقق لقب الليجا بعد غياب الموسم اللي فات ولا لا، ولا البارسا هيحافظ على لقبه الاخير، ولا اتلتيكو مدريد وارد جدا مع مدربه طبعا صاحب الشخصيه المميزه دييجو سيميوني يقدر هو كمان يدخل اسمه في المعادله، ونشوف هنشوف اكيد طبعا موسم قوي جدا جدا الحقيقه.